نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون في شأن تحديد قوائم بالكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من إجراءات. وبموجب القرار يعتبر أي كيان إرهابي إذا مارس أو كان الغرض منه الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو المرافق العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع وعرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع. كما تعد النيابة العامة قائمة بالكيانات الإرهابية وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج التي يقدمها النائب العام، ويكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات. وإذا لم يصدر حكم نهائي بشأن الكيان المدرج على القائمة تقوم النيابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المختصة، وإلا وجب رفع اسم الكيان من القائمة. ويترتب على ذلك وعلى إدراج كيان ما على قائمة الكيانات الإرهابية حظر أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له أو لأعضائه متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي. يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير خارجية لوكسمبورغ جيان أسيلبورن في مقر رئاسة الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا الملف الاقتصادي وعددا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأيضا التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل لقائه السيسي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية. قالت مصادر بالحكومة إن اللجنة الحكومية لإعداد قانون تقسيم الدوائر أعدت مذكرة للدفاع للرد على تقرير هيئة مفوضي الدستورية حول بطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية لوجود شبهة عوار دستوري في عدد من مواد قوانين الانتخابات. وأضاف المصدر أن المذكرة سيتم رفعها إلى هيئة قضايا الدولة لمراجعتها وتقديمها خلال ساعات للمحكمة الدستورية في أثناء نظرها الطعون المطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية غدا. وأوضح أن المذكرة تتضمن ردودا على جميع المواد التي رأت المفوضية أنها غير دستورية. خلال افتتاحه مجمع مستشفيات جامعة عين شمس أكد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في موعده، وأضاف أن المؤتمر سيعد بداية جديدة لمرحلة مبشرة لاقتصاد مصر. كما أكد حضوره اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس، وأكد أن البلاد في حاجة إلى الكفاءات لتعويض الموارد القليلة والإمكانيات الضعيفة. لازم نبقى عارفين برضو ايه هو المؤتمر الاقتصادي، مش مؤتمر ان احنا نختزله في يوم او يومين او يومين ونص، ابدا. هو ده بداية لانطلاقة اقتصادية، اعلان للعالم كله، ترويج للاستثمار في مصر، للجو الجديد اللي في مصر. احنا بقالنا مدة شغالين على قانون الاستثمار، البعض بيقول اتأخر، ايوه اتأخر عشان نحاول نصل الى الأمثل. قال الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إنه تم إنجاز نحو 20% من المشروع القومي للطرق. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المشروع القومي للطرق يمر بأصعب مراحله التي تضمنت إعداد معسكرات داخل ميادين العمل المستهدفة ثم تنفيذ الخطوات الرئيسية لإنشاء الطرق. قضائيا، برأت جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة كلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العدلي، وذلك في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية.
وكانت النيابة قد اتهمت نظيف والعدلي بتربيح شركة ألمانية بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. استقبل مطار القاهرة 514 مصريا قادمين من ليبيا عبر مطار جربة التونسي على متن طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران، وبذلك يبلغ إجمالي المصريين العائدين من ليبيا عبر مطار جربة 1773 مواطنا، وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية للتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين في العودة. هذه النشرة متواصلة معكم من تلفزيون النهار، وفيها بعد قليل: الرئيس اليمني يعدل رسميا عن استقالته ويدرس تشكيل حكومة جديدة بعدن.